كابتن طه، خلينا نبدا بالبنك الاهلي لان هو صاحب الملعب اليوم. البنك الاهلي الحقيقه في المركز الثامن، عنده من النقاط 24 نقطه ملحوظه كمان، يعني شباكه جيده، عنده دخل مرماه 18 هدف، سجل 20 هدف. بالنسبه لفريق يعني لسه جديد على الدوري العام، بقاله سنتين فقط لا غير، اعتقد انها ارقام جيده ولا خلاف الحقيقه على انه خالد جلال بجهازه الفني مع اداره محترمه جدا عملت استقرار وهدوء، وبالتالي البنك الاهلي اللي محقق 6 فوز و6 تعادلات و5 خسائر بيقدم موسم جيد. نعم، هو الفريق بيلعب اولا متزن الفريق، سواء دفاع او وسط او المهاجمين، وهو عنده عناصر بيتصرف فيها بشكل كويس قوي. يعني عاصم صلاح بيلعب باك شمال، وأسامة إبراهيم باك يمين باستمرار، دبش وياسين ومحمود سيد واحمد سعيد، نعم، اسحاق ويعقوب، ده نقطه بيستفيد منها جدا بيلعبه، نعم، في الناحيه الشمال مهاجم في الناحيه الشمال وقدام عاصم صلاح، وبعدين بيستخدم الحته دي تكتيكيا بشكل كويس، بيدافع فيها بشكل كويس لان اتنين باكات شمال، ويعقوب بيكمل بشكل كويس وبيعمل كروسس بشكل كويس، نعم، ولما بيحب يطور في الهجوم بيطلع واحد منهم مثلا عاصم صلاح يطلعه ويرجع اسحاق وينزل مهاجم في الحته دي، غير ان عنده مهاجم هايل زي ناصر منسي اصلا، بالزبط، عنده محمد هلال كمان في وسط الملعب احيانا بينزل مثلا في الحته دي، بينزل مثلا اي مهاجم موجود يبقى عنده اضافه، فادي فريد اهو بيحط فادي فريد، فادي فريد موجود كويس قوي طبعا، فهو بيستخدم الكروت الاولاد اللي عنده بشكل كويس قوي. محمد هلال لعيب بيلعب تحت راس الحرب ولعيب رائع جدا، سواء في التمريرات سواء في التسديدات سواء الثابته او التسديدات المتحركه او ضربات الجزاء، ولذلك هو هداف الفريق بشكل كويس، لعيب محترم جدا يعني فايق جدا. نعم، قدامه ناصر منسي ايضا مهاجم كويس مسجل 5 اهداف، وبرده ناصر 18 برده خطير جدا، وبعدين اسامه فيصل بيستخدمه في الناحيه اليمين في بعض الاحيان، وبيبقى في بعض الاحيان كراس حربه تاني، نعم، لما يهاجم يبقى جنب ورقه مهمه في ايديه جنب ناصر منسي، نعم، بيبقى كانه مهاجم تاني. الحقيقه الفريق متزن، اسامه ابراهيم بيشتغل في الناحيه بشكل كويس بالناحيه اليمين وبيكمل بيعمل كرات عرضيه، عاصم صلاح نفس الشيء، وعنده في العمق الدفاع دبش واحمد ياسين، وقدامهم محمود سيد واحمد سعيد.